من أهداف الزواج تعديل التوازن في سلوك الإنسان. شو دي بتفت لجين؟ هذا الإنسان إذا شغلت الغريزة الجنسية ما راح يتفرغ تفرغ جيد للعبادة. تعرف شو أقول؟ يعني ولذلك الرواية شو تقول عندنا؟ الرواية تقول شر موتاكم العزاب. هذا إذا مات وهو أعزب طبعاً أنت هاي غريزة عنيفة، هاي تأثر على تفكيره، تأثر على تصرفاته، تأثر على كثير من سلوكه، حتى من عفته. أرجوك إنسان، يعني إنسان دم ولحم ومشاعر، إذا ما عنده زوجة عفته تتعرض للهدر. ولذلك ألفت نظرك، إحنا عندنا بالفقه الجنائي، بالفقه الجنائي إذا الرجل افرض متزوج ومارس الزنا، إذا هو غايب زوجته مو يمه ما يقام عليه حد الرجم، يجلد. نبالي، لأنه زوجته مو يمه يجلد. لكن إذا لا مارس الزنا وزوجته إلى جانبه، لا، هذا يعتبره معتدي على البشرية، يقام عليه يرجم. يعني مأخوذ بنظر الاعتبار عنف هذه الغريزة، غريزة عنيفة. الإنسان يجب أن يمتص عنف هذه الغريزة وين؟ بالزواج المشروع الصحيح. لأن الزواج الصحيح المشروع ما في شك أن ستر للإنسان يستره.